طيب زي النهاردة وزي أي نهاردة دايما وأبدا في لحظة الأهلي فرح جمهوره، زي النهاردة في 14 يونيو 91 الأهلي فاز على الزمالك 2-0، كانت نصف نهائي كاس مصر والهدفين لكابتن محمد رمضان. ده منهم هدف فيرست تايم أظن، ولا شوطة من بعيد كده كان حلو في مرة شاط بدماغه رمضان من بره. ده بره كابتن حسين السيد حطها من بره 18 بالهيد أو على حرف ال 18 يعني. تحس ان الكرة سهلة قوي قوي وهو حتى اما يحتفل ويروح مشاور لك كده وماشي. يا رب يجيبوا لنا الجون الثاني من الاجوال الحلوة قوي. هدف مباغت لمحمد رمضان يا دوبك هشام ياكل ويتأخر في الحيطة وتروح لعلاء وعلاء لأسامة عرابي وأسامة هيرفعها جنبه رمضان يلعبها لمحمد رمضان وماشي محمد رمضان ماشي وعاوز يشوط وشوط صوته جامده. ايوه جون حلو وهو قلمه يشوط من بره 18 وقلمه يحتفل كده يعني. عشان جون هو بالنسبه له ده جون بره الكتالوج بتاعه. ايوه مش بتاعه يعني هو فرح بنفسه انه يعرف يجيب جون كده من ايوه ولما ما يحتفلش. هذا الرجل هذا الرجل لازم يدرس بعناية والله ما حد تنبه له ولا خد وضعه الحقيقي في الكرة المصرية. واحد من المواهب الخاصة جدا 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 وشخصية بسم الله ما شاء الله على نضجه وعلى تفكيره على تفكيره وعلى إحساسه بالمسؤولية وعلى عدالته في تقييم أي موقف.